بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، الانطلاق يتواصل والتحية تستمر من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة، حيث ينطلق شوطنا التاسع ويحمل في طياته الحول محليات الأصايل سن الكبار، حيث حضرت هذه الشعارات التي تصول وتجول في عالمنا الساحر عالم سباقات الهجن على البركة. مشاهدينا نرحب بهذه الشعارات القادمة من كل حدب وصوب للمشاركة. أسير إلى البداية الأولى على المقدمة على المركز الأول مياسة خميس بن عتيق بن جمعة الرميثي من يتواجد على المقدمة على المركز الأول. انتقل مباشرة مع المركز الثاني. المركز الثاني وصول وتقدم من علقة حمد من مبخوت من حمد بن عيل المنهالي من يتواجد على المركز الثاني ويقدم لنا هذا الاسم التراثي. هناك أيضا علقة بشعارك يا بني عيل، هنا الشعار المميز دائما في تقديماته، الشعار الذي أيضا يملك الأصالة وبنوك على إنتاج. انتقل مباشرة مع المركز الثالث وصول وتقدم من منصورة علي بن مانع برحم الشامسي على المركز الثالث. انتقل الى المركز الرابع في هذه اللحظات وفي هذا الوصول التقدم، هناك ايضا من شعار خميس بن عتيق بن يمع الرميثي على المركز الخامس. المركز السادس هناك ايضا همالة شاهيب خلف ابو الراشد المزروعي من يتواجد في هذه اللحظات على المركز الخامس. انتقل مباشرة مع هذا القدوم وصول وتقدم الحذرة سالم بن نصيب بن ضبيب الشامسي يتواجد على المركز السادس. المركز السابع الشاهينية، الله الله يا ابو مبارك، يتواجد هناك ايضا راعي، هناك ايضا سيادة والكثير من الأسماء، سعيد بن سويد بن زايد بن قشمان المنصوري يقدم لنا الشاهينية في هذه اللحظات على المركز السابع. المركز الثامن التقدم مشاهدينا متابعينا الكرام، التقدم من هذه الأسماء الجميلة في هذه اللحظات وفي هذا المسار، هذه سمحة حمد بن غلام بن موسى البلوشي خذت المركز الثامن. المركز التاسع وصول وتقدم من شواهين، وصل شعار الجنرال منصور بن أحمد بن كراس المهيري، شعارك يا أبو منصور. المركز العاشر هناك أيضا بيان مبارك بن محمد بن مبارك بن عور الأخيلي، وهناك أيضا التقدم من شعار أيضا بوعوانه علي بن أحمد بوعوانه المنصوري يقدم لنا مودة. هكذا نتيجتنا للعشر المراكز الأولى المتقدمة بشعارات مختلفة بأسماء مميزة. شو الكبار، تحديات الكبار، صراع الأغوياء هنا ما بين هالأسماء. أعود إلى البداية الأولى، أعود إلى المركز الأول في هذه اللحظات. هناك علقة حمد من مبخوت بن حمد بن عيل المنهالي يتقدم على البداية، وهناك حصيبان بن سعيد العويسي من يقودها في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة على البداية الأولى. أنتقل مباشرة مع المركز الثاني، الوصول والتقدم من بشاير. بشاير بشاير بشاير، بشروني عنك ما يدرون عني. هناك أيضا حمد بن غلام بن موسى البلوشي على المركز الثاني. أنتقل مباشرة مع المركز الثالث، الوصول من منصورة علي بن مانع برحم الشامسي خذت المركز الثالث. أنتقل إلى المركز الرابع، وصول الله وتقدم من الحذرة سالم بن خليفة بن ضبيب الشامسي على المركز الرابع. الدور دور المركز الخامس، رحيق هناك أيضا سعيد بن سهيل بدلوي الكتبي يتواجد هنا بشعاره الجميل على المركز الخامس. هكذا النداء للخمسة المراكز الأولى المتقدمة، ولكن المقدمة وين صدارة هذا الشوط؟ 8 كيلومترات المسافة المقدمة لهذا السن، سن الكبار، سن الحول محليات الأصايل. عرقة ما زالت على البداية الأولى، يقدمها هنا أبو صالح حمد من مبخوت بن حمد بن عيل المنهالي على البداية الأولى، على الصدارة الأولى مع المركز الأول في هذه اللحظات.
الشوط. يا سلام يا سلام على هذا الأداء الجميل على البداية وعلى صدارة هذا الشوط. المركز الثاني هناك أيضا الهمالة وصلت وتقدمت بشعار شاهين من خلفان بن راشد. المزروعي وصل السقار يتقدم على المركز الثاني الشعار الوهباوي، بينما المركز الثالث الحذرة على المركز الثالث سالم بخليفة بن ضبيب الشامسي اللي خذت المركز الثالث. انتقل إلى المركز الرابع، منصورة علي بن مانع برحم الشامسي على المركز الرابع في هذه اللحظات وفي هذا المسار من المتقدم في هذه اللحظات من القادم من المراكز الخلفية. وصول من سعيد بن سهيل بدليوي الكتبي يتواجد على المركز الخامس. انتقل مباشرة مع المركز السادس، شعارك يا بن قشمان، سعيد بن سويد بن زايد بن قشمان المنصوري مقدم لنا الشاهينية. المركز السابع وحاملة رقم سبعة يا محلى الصدف مياسة، خميس بن عتيق بن جمعة الرميثي على المركز السابع. أتابع المركز الثامن، وصول وتقدم في هذه اللحظات من بيان مبارك بن محمد بن مبارك بن عول الخيلي. المركز التاسع، وصول وتقدم من شواهين منصور بن أحمد بن كراز المهيري. والمركز العاشر هذه سمحة حمد بن غلام بن موسى البلوشي. هكذا نتيجتنا في هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، اشتدت المعركة هنا على البداية الأولى. معركة معركة من معارك الوثبة، معركة من معارك الثمانية كيلو مترات. وصلنا إلى جسر العبور، وصلنا إلى التحديات المثيرة في هذه اللحظات في هذا المسار ما بين هالأسماء الجميلة. الله الله على الصدارة على المقدمة مع المركز الأول في هذه اللحظات. الهمالة على البداية غيرت على الصدارة، تعود الملكية شاهين بن خلفان بن راشد. المزروعي يتواجد على الصدارة يقدم لنا هذه الذلول العملاقة المميزة بهذا الأداء المميزة بهذا الشعار الشعار الوهباوي. المركز الثاني حذاري من الحذرة، حذاري من الحذرة، حذاري من أهالي زاخر سالم بن خليفة بن ضبيب الشامسي على المركز الثاني. المركز الثالث وصول وتقدم من شعار حمد من مبخوت بن حمد بن عيل من هالي مقدم لنا انطلاقة عرق. المركز الرابع، الله الله، وصل علي بن مانع برحم الشامسي مقدم لنا انطلاقة منصورة المربع الذهبي على البداية الأولى على الصدارة الأولى. ما بين هالأسماء ما بين هالعمالقة والكبار في موقع واحد. الله الله الله، الصقار على البداية الأولى. هناك أيضا الهمالة شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي يتواجد على الصدارة الأولى. والعصاف الأبطان، العصاف الأبطان بدون يوامر ولا شبه أوامر. المركز الثاني الحذرة سالم بخليفة بن ضبيب الشامسي على المركز الثاني. أتابع المركز الثالث، أتابع المركز الثالث، وصول من منصورة علي بن مانع برحم الشامسي اللي خذت المركز الثالث. بينما المركز الرابع هناك أيضا الوصول والتقدم من شعار حمد بن مبخوت بن حمد بن عيل المنهالي على المركز الرابع. بينما يا هي أسماء قادمة، شعارات قادمة هنا في هذه اللحظات. سيل جارف يأتي من هذه الشعارات حيث انضمت هذه الأسماء القادمة في هذه اللحظات. سعيد بن سويد بن زايد بن قشمان المنصوري مقدم لنا الشاهينية اللي خذت المركز الخامس. الدور دور المركز السادس، تقدم هناك من مياسة خميس بن عتيق بن جمعة الرميثي اللي خذت المركز السادس. بينما تدخل شعار بو محمد بانطلاقة أيضا بيان مبارك بن محمد بن مبارك بن عور آل خيلي. أهالي الخزنة أهالي الخزنة ينتظرون السلامات في هذا المسار في هذا التحدي المثير.
الله، سعيد بن سهيل بدلاوي الاكتبي ايضا قادم في هذا القدوم، شعار بو منصور، شعار بن كراز المهيري مقدم لنا شواهين في هذا الانطلاق الناموس لمن المنحنى الاخير، المنحنى الاخير التقدم من سمحه حمد بن غلام بن موسى البلوشي في هذه اللحظات. ولكن اعود الى صداله هذا الشوط، يا سلام، المنصه بانت هنا في سن الكبار، سن الحول، يا سلام يا سلام يا سلام على البدايه الاولى، على الصداله الاولى، هناك الحذره غيرت على البدايه، الحذره غيرت على الصداله، هنا سالم بن خليفه بن ضبيب الشامسي، اهالي العين اهالي العين والناموس عيناوي، التحيه عيناويه تكفى سلم على العين وضواحيها على مقدمه هذا الشوط، يا سلام. المركز الثاني هنا الهماله شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي، هنا العيناوي والوثباوي، الكيل الاخير الكيل الخطير، اشتدت المعركه ما بين هالاسماء، وصل علي بن مانع برحم الشامسي خذت المركز الثالث بانطلاقه منصوره ولا الهماله، وهناك الحذره منصور الهماله الحذره منصوره في موقع واحد في مسار واحد، ولكن الحذره خبرتكم ونبهتكم حذاري من الحذره على البدايه الاولى، جوله الاوام النهائيه على صداره هذا الشوط مع المقدمه مع المركز الاول. هناك ايضا يقدم لنا الحذره سالم بن خليفه بن ضبيب الشامسي على المركز الاول بتحديات هذا الشوط. الله على هذا التحدي المثير، مشكور يا حمود الوهيبي او حمود الوهيبي. هناك ايضا فلله درك يا ابو سيف على تقديم هذه النوعيات المميزه. هنا سلام عيناوي سلام جود مورنينج العين، هنا ايضا مشكور يا ابو سيف هنا تكفى لا تقولها شيء، خلاص البداية والمقدمة مع المركز الأول هنا. الله يا الحذر، الله لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية، مشكور يا أبو خالد ومشكور يا أبو سيف هناك أيضا على أيضا تقديم هذه النوعيات. المركز الثاني منصورة علي بن مانع برحم الشامسي، ثالثا وصول من الهمالة شاهين بن خلفان براشد المزروع، المركز الرابع وصول وتقدم من بيان مبارك بن محمد بن مبارك بن عوال الخيلي، والمركز الخامس شاهينية سعيد بن سويد بن زايد بن كشمان المنصوري. هكذا نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام. أعود إلى التوقيت الزمني، لحظات الوصول العبور إلى خط نهاية أيضا مع الحذرة سالم بخليفة بضبيب الشامسي، هنا سلام عيناوي سلام. التوقيت الزمني 12:57 سبع أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني وصول وتقدم المنصورة علي بن مانع برحام الشامسي، هناك أيضا وتوقيتنا الزمني لحظات الإعادة، ودائما في الإعادة فادة 13:04 تسع أجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام، المركز الثالث توقيتنا الزمني 13:07 جزئين من الثانية كان من نصيب الهمالة شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي، أيضا تهانينا لكل الفائزين.